تاخذوا سيلفي مع لا كوموند ديالكم وتبارطاجيوها في لي ريزو سوسيو ديالكم انستغرام ولا فيسبوك وطاغيو الانستغرام ديال الكلوب ولا الفيسبوك ديال الكلوب واكبر بوست غادي يحصل عليه العدد ديال لي لايك ولي بارطاج غادي يربح واحد البلا غراتوي مده عام كل شهر غادي يربح هذا البلا ان شاء الله كونوا في المواعيد واهم حاجه اللي هي مسابقه اخر اجل ديالها هو 15 في شهر مارس واش اللي شران السلام عليكم فيديو جديد وفلوق جديد اليوم عاوتاني غادي للتيران كما كتشوفوا غادي للتيران ليه واليوم كاين واحد الماتش ديال كاس افريقيا ديال كاس الكونفدرالية الافريقية ما بين الحسنيه واحد الفرقه في الكونغو مربوحه ان شاء الله ان شاء الله ودي يربحوا الله ان شاء الله خويا ديما اجي صافر معنا ديما حيسه اليوم الا ما ربحوا راه لا ولا نربحو غادي نجيبو ربح ان شاء الله دابا غادي للتيران وغادي نبلبلوها غادي نوريوكم الامبيونس كيفاش دايره بحال ديما البلبله ديال بصح ديما كندخل لديك بلاصه ديال تارودانت علاش شحال واحد كيقول لي دخل السيد خوتي انا كندخل لديك بلاصه ديال تارودانت حيت كيبان لي التيران مزيان وكيبان لي كلشي كنقدر نصور لكم الامبيونس كيفاش دايره الا دخلت لك الجيم ما غيبانش التيران كامل داكشي علاش كندخل الوسط ديال التيران باش يبان لي كلشي باش نصور لكم الامبيونس كيفاش دايره ان شاء الله شي مره علاش لا ما ندخلوش حتى هي للسيد ونبلبلوها معاهم بيس لكم كاملين كلنا ولاد اكادير كلنا امازيغ المهم بقاو معايا كملوا معايا الفلوق انا دابا دخلنا للتيران دزنا البلاصه ديالي بيه غندخلوا مع الباب زايا زايا خوتي لا خلاو
صح شرب. المهم دوزيام ميطا، هاد الدوزيام ميطا ديال المدربين، بروميير ميطا ديال اللعابه تما صح. يا العزي ما عرفت مالا صاحبي الحكم شادين معنا الضد، وشوفها غنربحو غادي تأهلو وربي كبير داكشي اللي كاين ما شاء الله تأهلو. جمال جمال لا تقلي.